بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم مع موضوع جديد هام للغاية. زي ما بدأنا وكلمنا في آخر موضوع على قناة مصادر الحياة، وهو المعرفة، كيف هذه الأسرار لو عرفتها تستطيع الربح من الإنترنت. ونوينا فيه بأن الحياة تتحول شيئا فشيئا إلى الأونلاين، وكيفية خلق فرص عمل على الإنترنت. هذا الفيديو هام جدا، برجاء الاشتراك في هذه القناة. شاهد هذا الفيديو قد يفتح لك أبواب رزق وأبواب عمل على الإنترنت. النهاردة بنقدم موضوع خاص بخيفية الاشتراك في خدمة الإنترنت والموبايل البنكي بي إم أونلاين، تسمى بي إم أونلاين من بنك مصر، تصديقا لكلامنا إن الحياة أصبحت أونلاين، يعني سوف تستطيع انك تشترك في هذه الخدمة وتدفع وتشتري وتحول اموال وتستقبل اموال، كل ده عن طريق الموبايل. كل ده عن طريق ايه؟ الموبايل او الانترنت من الكمبيوتر بتاعك او اللابتوب. اذا كنت اول مرة تشاهد قناة مصادر الحياة، لا تبخل على نفسك وعلينا بالاشتراك في هذه القناة. مصدرها هيا بنا ناحية الحياة بالعلم والجد والمعرفة، تهتم بأمور حياتنا في شتى المجالات. لا أطيل عليكم وندخل في الموضوع. والموضوع ببساطة هو خدمة الإنترنت والموبايل البنكي. هذه الخدمة سوف أو يقدمها بنك مصر. قام بنك مصر بتطوير منظومة خدمات الإنترنت والموبايل البنكي، وطبعا كان لازم يقوم بهذه المهمة تماشيا مع تحويل الحياة إلى أونلاين، وتماشيا مع مستجدات العصر. الخدمة دي بتسمى بي إم أونلاين، والتي تمكنك من التمتع بإجراج العديد من المعاملات البنكية بسهولة وأمان أينما كنت، وكذلك متابعة الحسابات بتاعتك والبطاقات بأنواعها والعديد من الخدمات، زي إيه؟ فتح حساب إضافي، ربط ودائع، شراء شهادات ادخار، عرض كشوف الحسابات بتاعتك من العملات والبطاقات وأسعار الصرف، طلب إصدار بطاقة خصم مباشر أو بطاقة ائتمانية، طلب إيقاف بطاقة ائتمانية، سداد بطاقة ائتمان، تحويل الحسابات داخل البنك، طلب إصدار دفتر شيكات أو إيقاف صرف شيك، إضافة تعليمات مستديمة وإعداد القوائم. علشان كل هذه الخدمات المهمة جدا وأنت بتكون في وقت بعيد عن البنك، هذه الخدمة سوف تكون للذين يستخدمون الحسابات البنكية وغيرها هامة جدا جدا. بتروح البنك، بتقدم الطلب بالتوقيع المعتمد بأي فرع من فروع البنك، والدخول على الموقع الرسمي للبنك لخدمة الإنترنت البنكي، أو تحميل تطبيق بي إم أونلاين من خلال أب ستور أو جوجل بلاي. هنشوف الكلام ده طبعا، خليك معايا للآخر. وهتدخل الرقم القومي ورقم البطاقة الائتمانية وتاريخ صلاحية البطاقة والرقم السري، وبيقوم النظام بإرسال كلمة سرية مؤقتة للعميل على رقم الموبايل المسجل لدى البنك لاستكمال إجراءات التسجيل. بتنشئ اسم المستخدم وباختيار كلمة سر وفقا للمحددات المطلوبة. انت بقى بتستخدمها انت او بتغير كلمة السر، يعني كلمة السر اللي البنك بيديها لك او النظام بيديها لك بتدخل بها لاول مره، بعد كده انت بتنشئ كلمه سر زي ما انت عايز. هذه الخدمه تتمتع بامان تام. ليه؟ لان منظومه الخدمات البنكيه بي ام اونلاين تضمن لك اتمام معاملاتك البنكيه باستخدام خاصيه بيسميها الاو تي بي، خاصيه حمايه اضافيه ومبتكره خلال تطبيق بي ام توكن، والمتاحه على موقع جوجل بلاي واب ستور. بيستخدمها يتم استخدامها عند إجراء دفع أو التحويل الإلكتروني والمستحقات والبطاقات التأمينية. بنروح كده على بي إم والت أو موقع مصر اللي بيقدم هذه الخدمة. بتفتح الموقع زي ما انت شايف، هسيب لك كل الروابط دي لا تقلق أسفل الفيديو. بضغطة واحدة من هاتفك المحمول يمكن تحويل أموال. المهم ندخل في الموضوع. بتحمل أول حاجة التطبيق، والتطبيق مجاني. بتسجل حساب المحفظة في أقرب فرع من فروع بنك مصر، وبعدين بتشحن المحفظة. أول حاجة حمل التطبيق. التطبيق بيتحمل منين؟
التطبيق ده بيتحمل منين؟ طبعا انت هتدخل على الكلام ده منين؟ من المحمول بتاعك او من الموبايل. انا بشرح على الكمبيوتر، ولذلك انا بيقول لي هنا ليس لديك اي اجهزه، ماشي. وايضا هذه الصفحه لو فتحتش معاك بتفتح اب ستور وبتحمل التطبيق على الموبايل بتاعك، لان طبعا احنا بنشرح زي ما قلنا على الكمبيوتر، ما فيش تطبيق هيتحمل معنا او هيظهر او هنعرف نحمله، لكن انا بوريك ازاي لما تدخل على صفحه بنك مصر تقدر تحمله. كلام جميل. طيب ازاي دلوقتي كويس نبدا الشغل؟ حملنا هنا او حملت لك عده اشياء اهو، اسمه دليل الاستخدام. يعني انت بتحمل التطبيق بيظهر عندك، بيظهر التطبيق عندك زي ده كده اسمه دليل استخدام تطبيق محفظة بي ام دبليو. هذا التطبيق ده الموبايل اهو بيظهر عندك بنفس الكلام. دي صفحة ترحيب كده بعد تسجيل بياناتك النصية ورقم هاتفك. وبعدين بيجي لك بعد الضغط على الرابط سيتم التحويل الى اب ستور للهاتف. بتضغط على الرابط ده بيحولك تعمل هنا داونلود وبتحمل التطبيق اللي احنا شفناه من شوية. طيب بعد ما حملته لتفعيل التطبيق لأول مرة بتدخل رقم الهاتف المحمول المرتبط بخدمة ويلت نمبر، ثم اضغط على سجن اب. بتدخل هنا رقم المحمول بتاعك المرتبط بالخدمة بتاع ويلت نمبر. بعد كده بتدخل انتر ام بي اي ان او ام شرطة بي اي ان، وبعدين بتقول له سجن. بعد الضغط على سجن اب بتستقبل رسالة نصية بها كود التفعيل الخاص بك. بيجي لك رسالة زي دي كده وفيها الكود اهو هنا كده is n jo b. كود التفعيل محفظة البنك هو، وده طبعا هو عشان الشرح شايل النقط دي، النقط دي بتيجي هنا وبتبقى فيها ارقام. بتاخد الكود ده وتحطه هنا، نمبر ده رقم التليفون بتاعك هنا، وناشونال اي دي نمبر ده ادخال الرقم القومي بتاعك، وبتدخل البريد الايميل بتاعك، وبتدخل كود التفعيل المرسل في الرساله النصيه اللي هي دي اللي جات لك دي، الكود ده اهو اللي هو ده كود التفعيل ده، كود التفعيل ده اهو، كود ده اللي بقى هنا، بس الاكس دي بيبقى مكانها ارقام. كلام جميل. انشاء كلمه سر جديده، طبعا هو معطول لك كلمه سر، انت هتنشئ بقى كلمه سر جديده، وبتعيد تاني كلمه السر وبتقول له ريجستر او الاشتراك كده تمام. هنا جابوا لك برضه بالانجليزي وبالعربي، لو جات لك بالانجليزي او بالعربي. تم الدخول على التطبيق بنجاح وفتح الشاشه. ادي الشاشه بتاع التطبيق بعد ما بتحمله، بتفتح لك بالطريقه دي. هنا خدمات فوريه زي دفع فواتير وشحن رصيد وتبرع وخلافه، وهنا بترسل مبلغ لما بتضغط عليه، وهنا سحب نقود من المحفظه عن طريق منافذ شركه فوري، وهنا شحن محفظتك لو انت عايز تشحن محفظتك، وهنا شراء مشتريات اللي لديهم تجار لديهم محفظة بنك مصر تحول لهم وتشتري، وهنا رصيدك لو انت عايز تشوف رصيدك كام، وهنا الاستعراض حركات الدفع يعني عمليات اللي سجلتها الدفع والشراء والتحويل والرصيد واللي تحول لك وسحبت وحولت، اسمها سجل العمليات اللي تمت على حسابك. بعد كده الدخول على تطبيق بنجاح، هنا بيشرح لك تاني اهو احنا شرحناها، تشحن محفظتك، رصيدك كام، مشترياتك، سجلك، الكلام ده كله بالعربي وبالانجليزي. هقول لك هسيب لك ازاي تحمل او رابط تحميل هذا الدليل. كلام جميل. طيب بعد كده نيجي لحاجه برضو جميله، نشوف برضو هنا طلب اللي انت هتقدمه علشان يجي لك هذه الخدمه. طلب الاشتراك في خدمة دفع الأموال عن طريق الهاتف المحمول محفظة بنك مصر للأفراد الطبيعيين، وتحت مكتوبة بالعربي موبايل ويلت سيرفر أبليكيشن فروم بي إم ويلت فروم إنديفيوالد. هنا رقم اسمك، هنا الفرع بتاع البنك، وهنا تاريخ طبعا، رقم الهاتف المحمول المرتبط بالخدمة. أنت لابد أن يكون عندك هاتف مرتبط بهذه الخدمة أو تربطه بهذه الخدمة بتكتبه علشان يجي لك الابلكيشن على المحمول. يعني ما ينفعش اروح احط رقم محمول كويس واستخدم محمول تاني، لا، ده الخدمه دي هتبقى مرتبطه بمحمول برقم، هذا الرقم هو الاساس. لاجهزه الهواتف المحمول التي تعمل بنظام الايزو او ابلكيشن اندرويد. كلام جميل. بعد كده اسم العميل باللغه العربيه، بتكتب اسمك باللغه العربيه
تمام، وبعدين اسم العميل باللغة الإنجليزية بتكتبه، وبعدين بطاقة الرقم القومي بتاعك، وبعدين جهة الإصدار وتاريخ الإصدار وتاريخ الانتهاء بتاع الرقم القومي، كل ده بتاع رقم قومي، تاريخ ميلادك وجنسيتك ومحل ميلادك ونوعك ذكر أو أنثى وجنسيات أخرى تحملها، وبعدين رقم تليفون المنزل لو أنت عايز تكتب رقم التليفون والورك بليس جهة العمل وعنوان عملك وعنوان المراسلات ورقم تليفون العمل إذا لو أنت حابب المرتب الشهري برضه لو أنت حابب تحطه، والغرض من التعامل كويس، تشوف الغرض من التعامل بتاعك إيه، وعميل لبنك مصر اذا كنت عميل فعلا ولك حساب بتقول له نعم، مش عميل بتقول له لا. رقم التعريف للعميل اللي هو الكاستمر اي دي، رقم التعريف للعميل هو بيجيبه لك في الشرح اللي احنا شرحناه قبل كده اللي هو النمبر، هوريها لك تاني ولا احنا مش مشكله، انت عرفتها في رقم اللي هو تطبيق الموبايل. بعد كده لتغذية الحساب الخاص برجاء استيفاء البيانات الآتية: بطاقة رقم الكارت بتاعك بتحطه اللي هو لو انت عندك، طبعا انت عندك بتبقى بطاقة وعايز تستخدمها اللي هي بطاقة الفيزا يعني، تاريخ انتهاء البطاقة بتاعتك وشهرها وبطاقة رقم كذا لو انت عندك اكتر من بطاقة وتاريخ انتهاء البطاقة ونهايتها والرقم بتاعها وسنة كام. بعد كده بتوقع على توقيع العميل، بعد كده بياخد منك الابليكيشن ده تحت خالص، بياخد منك الطلب اهو، وبتكتب اسمك تاني هنا وهنا نوع توقيع العميلة تاني، وبعدين هنا بتوقع هنا تحت بقى استخدام البنك فقط، هنا البنك بيكتب اسم الموظف المختص وتوقيعه الاول والتاني والكلام ده كله. ده نموذج للطلب اللي انت هتملاه، وبعد ما يكون انت جبت كل حملت التطبيق وجالك الرسالة وفعلت الموضوع كله زي ما احنا قلنا اهو، تاني هنرجع تاني علشان ما يبقاش فيه اي لبس. بعد انت ما حملت التطبيق وحصلت على اهو في الضغط هنا على دي عشان يجي لك رقم اهو الرسالة هيت، وادي رقم الكود التفعيل اللي انت اللي هو اللي انت هتكتبه في الطلب اللي احنا شفناه من شويه، هو اهو الكود ده خلاص. فانت بتحمل التطبيق الاول وبتجيب رقم الكود التفعيل اللي عندك وبيبقى تمام جاهز 100 100، وخلصت كله وعندك رقم سري وعندك الاسم المستخدم والمرور والكلام ده كله، بتروح البنك بقى بتقدم الطلب اللي احنا شرحناه، بتقدم الطلب اللي احنا شرحناه اللي هو ايه اللي هو ده، بتملى الطلب ده وبيكون انت كده جاهز للاستخدام والتعامل مع هذه الخدمه. في النهاية بتمنى ان اكون وصلت لك معلومة، هسيب لك كل الروابط اسفل الفيديو، ولكن رجاء لا تبخل علينا بلايك شير، ودائما بالتوفيق والنجاح، وهيا بنا نحيا الحياة بالعلم والتوفيق والنجاح والاصرار على النجاح. شكرا والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.